عشان عندنا محاضرتين مهمين جدا، الدكتور ايمن شاهين جاي لنا مخصوص من اوت اوف ذا بلوز كده عشان يسمع الفوت في الهاند. انا مش ممكن ما اقولش الهاند، هيضربني بالنار. انا مش هدافع الحركه اللي فيها فوت دروب، حضرتك قلت هتدافعها ايه؟ لحد امتى ايه؟ الايه طول ما في فوت دروب. هو انت عندك ايه الحل للفوت دروب؟ لو انت عندك كومن بريليان نيرف بولسي ومش هينفع، او ساتك نيرف ومش هينفع تعمل له ترانسفير للبيتيالس بوستيرور، ايه الحل عندك؟ تعمل له انكونفيوجن بعد كده؟ طب ليه انكونفيوجن؟ لما لو هو مش متضايق من الاورثوتك ما تسيبه في الاورثوتك، بيلبس الاورثوتكس رفيعه جوه الفوت، اقتنع الفوت دروب وخلاص. لان لما هتعمل ارثروديزم، طب ارثروديزم ده ليه مشاكل وهيزود الاستريس على الساب تيلر وعلى الميد تاكسس ويعمل لك ارثرايتس في الساب تيلر والتستخدم. جاز بيصير حاجه كده للمينيال ولا اكتين لا لا للمينيال. الهيب، الهيب السيريبرال بولسي، الهيب ده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. العيان في السيريبرال بولسي بيتولد بنورمال هيب، يبدا يحصل امبالانس في المصر ويبدا يحصل جراديوال ديسبليزيا ويبدا يحصل جروفنج اوف ذا استابلم. جروفنج اوف ذا استابلم يعني كان الاستابلم بيتحفر لفوق، وبدل ما يحصل ريموديلنج في البلفس، يعني دايما الهيب احنا بنتولد ب كوكسه برضه وانكريس تمبرال انتي بريشر، المفروض يقل مع الوقت. لعدم وجود النورمال ديفلوبمنت ولعدم وجود النورمال بالانس اوف ذا ماسلز اراوند ذا هيب، فالانتي فيرجن ما بيصلحش والفوكس افاره بتبرزست. وزي ما قلنا يبدا يحصل جروفنج، كان الاستابلم بيتحفر لفوق، ويبدا يحصل انستابيلتي والهيب يخرج ايه لبره، ويحصل الديسلوكيشن. الدايركشن اوف ديسلوكيشن دايما بيبقى بوستيريور سوبيريور، ودايما الهيب تقعد فوق في حته كانها فين؟ في سودو اسيتابلم. ولو فضلت الهيب بره اكثر من 50% من العيانين بيحصل لهم ارثرايتس، تتحول الهيب دي الى بينفول هيب. البينفول هيب دي ما بتحصلش في الحالات اللي فيها فلاسيد باراليسيس، يعني ما بتحصلش في المايلو من سين ولا الهيريديتري سنس موتور نيورولوجي ولا السباينال ماسل اتروفي، ما بتحصلش في الحاجات دي. ومش معروف ليه بتحصل في السيريبرال بولسي حتى في الحالات اللي ما هياش سيفير سباستيك. الديسبليسمنت بنقيسه ازاي؟ بنقيسه بحاجه اسمها لاترالايزيشن برسنتج او رايمرز لاترالايزيشن اندكس. ماشي؟ عباره عن ايه؟ بنرسم الهير لاين على لاين، وبنرسم لاين بيرمنتيكولار دي على ميديان البركن لاين اللي هو البيرمنتيكولار على اللاترال ايدج اوف الاسنان، ونرسم واحد قد لاجرال ايدج اوف الايبكسس وواحد قد ميديان ايدج اوف الايبكسس. وعايز اشوف قد ايه من الايبكسس ده بره البركن لاين بالنسبه للهول ويدث اوف الايبكسس اللي هي اللاترالايزيشن برسنتج. يعني هقسم المسافه دي على التوتال ويدث، وهقسم المسافه دي على التوتال ويدث. لو انا عندي العيان عنده فيكس فليكشن ديفورمتي او الاي بي فيو مش مرتبه صح، هاخد اعلى بوينت هنا في الدوم دي الرومان ارش ده، واعتبرها دي هي دي اللاترال ايدج اوف ذا اسيتابلم. ماشي؟ لكن لو العيان كويس كده وسنترلايز، هاخد اللاترال ايدج الحقيقيه بتاع الاسيتابلم عشان اقيس ناحيتها. في موجود على الاب ستور وعلى جوجل بلاي في اب اسمه هيب سكرين. الهيب سكرين ده اب لطيف جدا، في مسطره بتقدر تقيس بيها الفايبريشن برسنتج للهيب في حالات السيريبرال بولسي. بتكبر الصوره لحد ما الايبيفيسيس يبقى ماشي ما بين الخط الاسود والخط الابيض، وتشوف اللاترال ايدج فين، يبقى ما براها ده وكل خط من دول يساوي 10%، يبقى العيان ده عنده لاترالايزيشن برسنتج 10% بس. اوكي؟ طب الانسنس اوف هيب ديسلوكيشن بيحصل قد ايه؟ تلاقي انه بيحصل 90% من الهيب ديسلوكيشن موجوده كل ما العيان كان نون ووكر. يعني هي مش ريليتد بس للاسباستيستي او الديجري اوف تنشن، ريليتد للووكينج كاباستي. يعني انت لو عندك طفل وبدأ يحصل مايجريشن برسنتج عند مثلا سنتين ثلاثه، بس الطفل ده بوتنشالي هيبقى جي ام اف سي اس ليفل 2 او 3 وهيبقى ووكر، الهيب ده هيتحسن. لكن لو هو ناوي يبقى 4 او 5 الهيب ده مش هيتحسن.
وهيزيد وهيحصل فيه ايه؟ ديستروكيشن. فهو الباثولوجي اوف سيفير جي ام اف سي اس ليفل او نون امبيولاتري سيريبرال بولسي ونوت ريليتد للحالات او التايب اوف باثولوجي اوف ماسلز، يعني تلاقيه في الديستوليك زي ما تلاقيه في الاستاستيك. ممكن يبقى سايلنت زي ما قلنا، ممكن يسبب بين، وممكن البين يبقى في شكل ان الطفل ما ياكلش ويجيله كونستيبيشن لانه ما بيعرفش يعبر، لان هم سيفيرلي افكتد بيشنت ودايما بيبقى عندهم كو موربيديتي. طب ايه اهميه الهيب ده؟ ايه اهميته؟ دايما يتقال لك العيان ده راقد في السرير وعنده خلع في الفم، ايه المشكله؟ الكلام ده ممكن بيتقال من اساتذه كبار. خلاص ايه المشكله؟ الحقيقه لقوا ان الام امبالانسد سيتنج ده هيعمل لي ألسس، هيعمل لي سكوليوزس، خلاص هيعمل لي امبروبر سيتنج. ماشي، مش بس كده، ده حاجه اهم بكتير جدا، انه بيأثر على الموتور ديفلوبمنت بتاع العيان ويخلي العيان بعد ما كان ووكر يبدا ما يبقاش ووكر حتى لو كان الووكر ده على ليفل جي ام اف سي اس ليفل 4. ماشي، الاهم من كل ده ان 50% من الادلتس اللي اتسابوا وهم عندهم ديسلوكيشن ديفلوب بين اند ارثريتك هيب. دي كارثه، لان الارثريتك هيب ده هتعمل له ايه؟ هتعمل له توتال هيب. طب ايه البديل؟ مفيش بديل. لا بديل، والريسكشن مش حل زي ما هنشوف. خلاص؟ فانت ما دام عندك الانستنس العاليه جدا دي يبقى لازم ما تمنع اصلا ان يحصل ايه؟ ديسلوكيشن. ولما عملوا ستادي لقوا ان اكتر فاكتور اثر على الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف للعيانين دول كانت الهيب ديسلوكيشن. خلاص؟ فما ينفعش تقول ايه يعني ما العيان نايم ايه المشكله في الهيب؟ مش مشكله، لا ده اكتر حاجه لقوها انها بتاثر على الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف. عشان كده العالم المتحضر كله بدا بيعمل حاجه اسمها هيب سيرفيلانس بروجرام للهيب ان سيريبرال بولسي. ماشي، الهيب سيرفيلانس ده بدا موجود في استراليا، موجود في انجلترا، موجود في كذا حته، بما فيهم الوقت اللي بدات تعمله اسرائيل، وعندها سيستم كامل للهيب سيرفيلانس في السيريبرال بولسي. وعشان كده بننبه جدا على اي حد بيتعامل مع السي دي، لو لقيت ان في ليمتد رينج اوف ادكشن دايما بيفير تو اورثوبيديك سيرجنز، فلازم نبص على الهيب ادكشن خصوصا في العيان، في العيانين النون امبيولاتري. ولو لقينا في ليمتد رينج اوف ادكشن يبقى على طول نريفير تو اورثوبيديك سيرجن، ولازم نعمل اكس راي، ممكن نكرر الاكس راي كل 6 شهور او سنه لو بادئ يحصل lateralization of the femoral hip out of the sternum. لو لقينا طبعا بوست كلابي ساين دي معنى كده ان في عندنا dislocation. الحقيقه برضه الهيب سكرين بيديك الابروش وتعمل سيرفيلانس ازاي والبروجرام اوف سيرفيلانس ازاي وتتابع العيان ازاي وكل كده. الالارمنج ساين حاجات تخليك على طول قانون الاستشعار بتاعتك تطلع لفوق على طول، هي لما تلاقي هيب ابدكشن اقل من 30. وانس انك لقيت هيب ابدكشن او اقل من 30 بالذات لو معاها فليكشن ديفورميتي اقلق. ولو عملنا اكس راي ولقينا المايجريشن برسنتج اكثر من 30% احنا هنا في ايه؟ هيب ات ريسك. اللي كان بيسال يعني ايه هيب ات ريسك؟ ليميتد ابدكشن وفي مايجريشن برسنتج بدات تبقى 30 او اكثر من 30. الراديوجرافيك دايجنوزس هتلاقي ان في اهم حاجه تقيسها هي اللاترالايزيشن برسنتج، ممكن تقيس السنتر ايدج انجل، ممكن تشوف الشنكل لاين ديستوربد ولا مش ديستوربد. ماشي، تشوف الاستابلر اندكس بقت ديسبلاستيك ولا مش ديسبلاستيك، الكلام اللي احنا قلنا عليه في الهيب في اول يوم. في ساين ثانيه تعرفك ايرلي العيان ده ناوي ديسلوكيت ولا لا، حاجه اسمها راوندنج اوف ذا لاترال ايدج اوف ذا استابلر. المفروض اللاترال ايدج اوف الاسترنال دي تبقى بوينت شارب كده. بص هنا بدا يحصل راوندنج ازاي؟ بدات تتدور ازاي؟ دي ساين في الاكس راي وصفها فرايتس هافتي. بص هنا، بص بدا يحصل ازاي هنا؟ ده عيان عندي، بص بدا يحصل راوندنج ازاي؟ راوندنج دي تبقى جدا في ريسك ساين او ايرلي ساين اوف ستارتنج لاترالايزيشن اند ايه؟ ديسلوكيشن. في
في انجل واصفينها اللي هي الاتش اف انجل دي مش هتفرق معانا. في برضو حاجه اسمها سي تي فول اب بروجرام سي بي يو بي، ده ابلكيشن موجود برضو على الانترنت بتدخل فيه داتا معينه من ضمنها الهيد شافت انجل عشان يحسب لك الانسنس او الريسك اللي عند العيان ده ان يحصل له ايه ديسلوكيشن. ده ابلكيشن لطيف برضو اللي عامله رينال بروجرام من سويسرا. التريتمنت عندنا بريفنتيف تريتمنت، لما احنا عندنا مشكله كده ومتوقعينها كده يبقى بريفنتيف ايرلي ونمنع ان ايه يحصل ديسلوكيشن، واذا حصل ديسلوكيشن يبقى عالج الديسلوكيشن ده ورجع المفصل مكانه، ودي اللي هي الريكونستراكتيف بروسيجر الاندكس بروسيجر بتاعتنا. ولو بقى نجلكتد ما عنديش حل غير سلب البروسيجر ولا واحده منها كويسه. خلاص؟ لاني ولا واحده منها كويسه يبقى انا لازم اريديوس بسرعه لو حصل ديسلوكيشن، ولو يا حبذا لو منعت يبقى ايه؟ يبقى احسن. طيب الايم اوف هيب سيرفيلانس بروجرام ان انا اعمل ايه؟ ان انا امنع ديسلوكيشن، واذا حصل اعالجه بسرعه. واذا حصل لكن ما استناش انه يبقى نجلكتد وبدات تدخل في ارثرايتس واقول بقى ايه انا عايز اعمل سالفج بروسيجر. البريفنتيف تريتمنت اني امنع الديسلوكيشن اول ما الاقي الهيب ات ريسك، يعني بدات تبقى اللاترالايزيشن برسنتج اكثر من 30 يبقى انا كده هيب ات ريسك، يبقى لازم ايه؟ ادخل. لو اكتر من 100 يكون ديسلوكيتد يعني. ماشي؟ عندنا نون اوبرتيف ميجر. نون اوبرتيف ميجر ابدكشن اكسرسايزز ستريتش اوف ذا ادكتور ماسلز، ممكن البسه نايت بريس، كل الكلام ده كويس. او اعمل سوفت تيشو، او ممكن احمل بوتوكس ماشي، او اي كيمو دينرفيشن انا عايزه، وممكن ادي ايه؟ اعمل سوفت تيشو ريليز. سوفت تيشو ريليز يعني ايه؟ ادكتور ريليز. ما بقاش حد بيعمل ادكتور ريليز، هو ريليز ادكتور ريليز بس. حتى من ممكن ادكتور ريليز بس. فيري رير ان هم بقى فايف يعني ماشي، اصلا مش هينفع ريليز بس. خلاص جاي لها طول ما عندك دايناميك كونتراكشن، يعني المصل مش شورتند قوي ولا حاجه، فانت بتحقن ممكن وتعمل فيزيو ثيرابي. عملوا ستادي على البوتوكس خلاص والبريسنج، لقوا ان انجكشن اوف بوتوكس زود الرينج بس ما منعش الديسلوكيشن ولا قلل الانسنس اوف ديسلوكيشن. فلما تدي بوتوكس للعيان ما بتدهوش عشان تقلل الديسلوكيشن، ما بينفعش ما بينفعش. خلاص انت بتعمله عشان تدي بس الرينج، عشان تسمح بسبلنتنج لحد ما تقدر تعمل عمليه، لكن مش هو اللي بيمنع الديسلوكيشن. ودي بروف ستادي اتعملت في 2008 وبرضه اللي كان عاملها كيب جراهام، وقلبت الدنيا وما زالت قلبت الدنيا لحد دلوقتي، لكن ما بتمنعش لان المين فاكتور فور ديسلوكيشن هو ايه؟ النون امبيليشن، انه ما بيمشيش، ان العيان ما بيمشيش. الايرلي سيرجيكال سوفت تيشو ريليز، لو انت عندك عيان بدا يحصل مايجريشن اكتر من 30 في ليميتد ابداكشن، طب عايزين نعمل له عمليه هامه على الديسلوكيشن ده، البوني سيرجري ما تقدرش تعملها قبل 5 أو 4 سنين بترجع. لكن البوني سيرجري بريدكتبل بعد سن 4 أو 5 سنين. اوكي؟ يبقى انا لو عندي عيان اقل من 4 سنين وبادئ يحصل لاترالايزيشن اكثر من 30 40 وفي ليميتد ادكشن، انا كده ستاك، انا مزنوق خلاص، يبقى لازم اعمل له ايه؟ ادكتور ريليز. ماشي؟ الادكتور ريليز من الادكتور انسيجن بنفتح من ريليز الادكتور لونجس والجراسيس ماشي بس، ولو احتاجنا شويه ممكن ريليز الجزء من الادكتور ريليز، وممكن اعمل فينولايزيشن او الكحولايزيشن، اصب الكحول على على الاوبتيريتور نيرف عشان اخليه ويك شويه والعيان يعمل اكسرسايزز وابدكشن. والالكحول ده خد بالك من الدايفيرمي جنبه عشان ما تعملش بيرن في العيان، حصلت لنا مره. خلاص؟ فتيك كير من الكلام ده.
الادكتور ريليز لقوا انها بتمنع البروجريشن والديسلوكيشن لو العيان ده هيبقى وكر. يعني لو هيبقى جي ام اف سي اس ليفل 2 او 3 هتمنع وهتبقى افكتيف. لكن لو العيان ده انا عملت له العمليه وهو ناوي يبقى 4 او 5 ومفيش ممكن يبقى ايه؟ ما بتمنعش. يبقى لما يقول لك الادكتور ريليز او سوفت تيشو ريليز بتنفع وبتمنع الديسلوكيشن ولا لا، تقول له على حسب الجي ام اف سي اس ليفل. خلاص؟ لو هو 4 او 5 30% هتبقى افكتيف. لكن لو هو 1 او 2 او 3 اتس افكتيف. وهيحصل ريموديلنج بايس للاستابلم وهيحصل جروث بايس للاستابلم لانه مش هيحتاج. لان الديسلوكيشن اساسا ريليتد تو ذا امبيلاتري ستيت اوف ذا بيشن. يعني الويت بيرنج از كوركت اوف فورس. ده سؤال دايما دكتور العلاج الطبيعي يساله. دايما دكتور العلاج الطبيعي يخاف ان الهيب دي بدات تخرج، يقول لك لو مشينا عليها الريب هيب تخرج بره اكثر. لا، ده كونسبت غلط. لان كل ما امشي عليها وهي لسه كده والعيان يبقى امبيلاتري، كل ما الاستابلم والهيب يتحسن احسن والجروث يبقى احسن. ايه؟ حتى لو خرجت مشي عليها ما تمنعيش الابليشن، يعني علاجها عمليه وليس ايه؟ والمشي عليها مش هو اللي بيرفعها اكثر. يبقى احنا لو بصينا على البوتوكس والانجكشن نوت افكتيف، ده بروف ان دي ايفيدنس موجوده، والافكتيفنس بتاع السوفت تيشو ريليز ريليتد تو ذا جي ام اف سي اس ليفل قبل 4 سنين، انا ما عنديش حل غير السوفت تيشو ريليز. لكن عيان اكبر من كده وبادئ يحصل عنده لاترالايزيشن ومايجريشن او حصل له ديسلوكيشن، انا هعمل ريكونستراكتيف سيرجري، بوني سيرجري، وهي دي البريفنتبل جدا. يبقى الريدكشن والريكونستراكشن ده لو حصل هيب سبلاكسيشن او ديسلوكيشن، بس بشرط عيان اكتر من 4-5 سنين مش قبل كده. قبل كده العمليه فيها انسنس اوف ريكرنس ايه؟ عالي. طيب هنعمل ازاي؟ الام دي مقصود بيها ايه؟ ليه؟ الام دي مقصود بيها ايه؟ مايجريشن. مايجريشن برسنتج. الريكونستراكشن لما بنعمل ريكونستراكشن يبقى الانديكيشن هنا لما الاقي مايجريشن برسنتج اكثر من 40 درجه وديسلوكيشن مثلا، وايه اللي ديسلوكيشن والهيد شكلها حلو. طب انا عندي العيان ليه والهيد شكلها مش حلو؟ ارجعها؟ ارجعها وادي له فرصته، لان دي فرصته الوحيده للهيب ده احسن من اي عمليه كسالفج بروسيجر بعد كده. ماشي؟ يعني حتى لو لقيت الهيد ايرودد كده رجعها. ده احسن. خلاص يا جماعه؟ لاي سن؟ اي سن؟ احنا لسه عاملين امبارح كام؟ لا. 12 سنة. ماشي؟ يبقى بتبقى العمليه عباره عن ايه؟ بنعمل ادكتور ريليس وبنعمل كراسيس والعيانين دول نون ووكر، بنعمل تشوبينج للليسر بروكانتر بنكسره عشان ريليس الادكتورز. ومش كل الناس بتعمل اوبن ريدكشن، انا ما بعملش اوبن ريدكشن، في ناس بتعمل اوبن ريدكشن، انا ما بفتحش الكبسول خالص. واهم حاجه بروكسمال فيمورال فيرس دي روتيشن اوستيوتومي وشورتنج وبيري استابلر اوستيوتومي، وبعد كده ممكن نستعمل له. نشوف العملية بنعمل ايه؟ بنفتح الأول الأدكتور انسيجن، نعمل أدكتور ريليز، وبعد كده بنفتح لاترال انسيجن، بنطلع من الفيمر وبنكسر البروكسيمال فيمر و بنشيل نعمل شورتنج، وممكن نعمل شورتنج وبنكسر يعني احنا ما بنعملش شورتنج كده بالطريقة دي، احنا بنعمله عند ليفل اوف ليسر بروكانتر وبنكسر الليسر بروكانتر، بنعمله زي شوبينج عشان نطلع نريليز الهيليوس. بعد كده بمجرد ما عملت شورتنج و فيرس شويه بترجع بتلاقيها بترجع معاك عادي خالص، لانك عملت الريليز اوف الهيليوس وهي بتبقى فعلا منعه، ومن غيرها عمرك ما تعرف ترجع الفيمورال هيد ابدا. وبعد كده بعد ما بنرجعها بنعمل بيرف اوستيوت من اللي هو السانتياجو موديفيكيشن اوف ديجا، اللي هو ما بنكسرش تقريبا الميديا كورت، بنكسر اللاترال كورتكس ونحط العظم اللي شلناه من هنا اللي عملنا منه شورتنج نعمله ايه؟ ده مثلا عيان ديسلوكيتد وده العيان
بعد ما عملنا ريزوسيون في الجي صور كنت عملت لها ريليز هنا بتري اتاتش تاني بس العيان ده اساسا نون ووكر ده جي ام اف سي اس ليفل 5 ولو هو ووكر فيبقى ترانسفير امبيولاتوري ماشي ولو العيان ده جريد 3 او حاجه جي ام اف سي اس 4 3 انا مش هعمل له شوبينج اوف ذا ريسر كونتندر هطول الالوسوس من على الليمك فريم خلاص يبقى انا مش هعمل شوبينج ابدا وريليز كل الالوسوس الا في عيان نون امبيولاتوري ماشي ودي المنظر حاليا بنستعمل فيه فيروس بليت بتتباع دي سهلت لنا قوي العمليه وتقدر تدينا التصليح اللي احنا عايزينه وده الجرافت اللي احنا حاطينه فوق اهو ده المنظر اهو دي الجرافت اللي احنا واخدينها من البوم وحاطينها عشان نعمل بيلت بوستيوتومي ونصلح الديسبليزيا اوف ذا استاتر ده عيان تاني سؤال نعمل ناحيه ولا ناحيتين؟ ده سؤال مهم نعمل ناحيه ولا ناحيتين؟ في العالم كله بيقول لك لو انت عملت ناحيه واحده الناحيه الثانيه هيحصل لها كده ماشي فاعمل الناحيتين في مدرسه ثانيه تقول لك لا اعمل ناحيه ولو حصل لو لقيت في تايت افكت في الناحيه الثانيه اعمل ريليز ولو حصل لاترالايزيشن يبقى نعمل الناحيه الثانيه لو انت عملت الناحيتين ده مش غلط لو العيان ووكر اعمل الناحيتين لان ناحيه واحده بتسبب ليجمنت ديسكريبنسي لانك بتعمل شورتنج خلاص ماشي لو عيان عنده ناحيه الناحيتين اعمله لكن بقول لك لو عندك عيان عنده ناحيه واحده والناحيه الثانيه لسه ما فيهاش اي لاترالايزيشن ولا حاجه انا من مدرسه اللي هو تعمل ناحيه واحده وممكن تعمل ابداكت ريليس الناحيه الثانيه ولو حصل تعبان الا لو العيان ووكر لان لو العيان ووكر هيبقى عنده ليج ليفت ديسكريبنسي بعد العمليه ولازم تشرح للعيان انك الناحيه اللي هتعملها هيبقى لين فيها شورتس بس ده مش فارق معانا لان العيان ايه مش ووكر وممكن نعوضه بشو ليفت فانت لو عملت الاثنين ما انتش غلط ولو عملت ناحيه واحده وفاهم وشارح للعيان كده ما انتش غلط لكن لو عيان بيمشي اعمل الناحيتين لو انت عندك عيان ما بيمشيش ممكن تخلي الانجل 100 110 لكن لو عيان بيمشي حاول تخليها 120 ما تقللهاش كده عشان ما تعملش ابداكتور ايه ان سفيشنس ده مثلا عيان تاني كنا عاملينه كنا بنستعمل البيت العاديه وبنعمل لها بندنج ده عيان 8 سنين وبدا يحصل له مايجريشن وبرضه انا كنت بقول للعيان نعمل ناحيه واحده اللي هي الناحيه دي مش لازم نعمل الناحيه الثانيه قال لي انا مسافر ومش هعرف ارجع امتى فانا عايز اعمل الناحيتين عشان ما اضمنش ان انا وانا مسافر لو حصل له الناحيه الثانيه اعمل ايه فانت كونك تعمل الناحيتين مش غلط فده سيتويشن بقول لك عليه عملت له الناحيتين مع اني انا كنت عايز اعمل اليمين بس مش محتاج اعمل ايه الناحيه الشمال دي ما كانش فيها سبلكسيشن او ماشي ما هو مش اي درجه انت هنا بتتكلم تقريبا على فوق 50% هنا انت اقل من 20% يعني انا قصدي it will go out يعني معرفش خلاص عملنا له ايه الناحيتين ده علاج يوني لاترال وده فري خلاص لو تاخد بالك هنا انا مش هعمل له فيروس جامد مش هعمل له فيروس جامد خالص ومش هعمل له شورت من جامد احنا مصلحين اكتر دي روتيشن مع شويه فيروس بسيط السادج سيرجري هنعملها امتى؟ لونج ستاندنج ديستوكيشن والهيد بقت ايرودت وبقت بينفول والدنيا بتنجاب بايظه خالص طب ايه السالفج بروسيجر اللي عندنا؟ نعم؟ لو حالة ايه؟ مش لا انت بتدخلنا في قصة تانية خالص ليه طيب؟ ما ينفعش دي قصة تانية هو انا بحدد الدي روتيشن خلاص الدي روتيشن بتحدده ازاي؟ انك بعد ما ترجع الهيب تلاقي ان عنده انترنال روتيشن قبل الاكسترنال روتيشن خلاص ما يبقاش عنده انكريز انترنال روتيشن السلب السيرجري لو قلنا عندك سيفير بينفول ديسلوكيشن عندنا اوبشنز ارثروديسيس تخيل ارثروديسيس في سي دي هي ناقصه طب توتال هيب تخيل توتال هيب في سي دي انت محتاج سيلكتيف كرايتيريا عاليه جدا عيان هيمي مثلا عنده فيري جود ماسل كنترول يعني هات لي العيان ده هات لي العيان ده ده هو ده مش هيحصل له ديسلوكيشن اصلا خلاص طب ريسكشن اوف ذا بروكسيمال فيمر تعال نشوف نتائج
خلاص التوتال هيب ده عيان صعب جدا انك تلاقيه. الريسكشن مش انك تشيل الفيمورال هيب، ما هو الناس جربوا الكلام ده، شالوا الفيمورال هيب ثاني يوم العيان عنده بين وجريتر بروكانتر استاف استابلم ومسبب بين، فبقوا بيشيلوا تقريبا 5 ل 6 سم ديستال للليسا بروكانتر، يعني من اكسايز بروكسيمال فيما نص الفيما. خلاص فالعمليه دي لحد دلوقتي في الليترش كلها مفيش اجريمنت على البوست اوبر فول اب بتاعها خالص، ماشي؟ لان بيحصل بروكسيمال مايجريشن وبتلاقي حصل طفت كده اوف بون ويحصل ريكرنس اوف بين، فمش عمليه ساتسفاكتور، مش حل. شوف تعرف لو كان عندنا حل فعلا حل كنت هقول لك سيب العيان لو حصل له ارثرايتس تعالجه، لكن لو حصل له ارثرايتس انت ما عندكش علاج واحد كويس. خلاص في حاجه دلوقتي بتتقال ده عيان مثلا كان حد عامل له اكستنسيف ادكتور ريليس ودخل في ادكتور ديفورميتي عنيفه جدا والهيب ديفورمد ما كانش عندي حل غير ان اكسايز الهيب. شايف الهيب منظرها عامل ازاي؟ ما كانش فيه حل غير كده. الحل دلوقتي في ناس كتيره بتعمل اكسيجن اوف الهيب بتعمل بلبس اوسيوب بروكسيمال فيبر، ما فيش اي لونج تيرم ستادي على العمليه دي بتقول نتيجتها ايه، خصوصا ان العالم المتحضر ما بقاش بيعمل سالفج بروسيجرز لان بقى عندهم هيبس اوبيدينس بروجرام وبقوا بيبيك حالات اللاترالايزيشن اوف ذا هيب بدل. يبقى الهيب ديسلوكيشن ملوش علاقه يا جماعه ان العيان بيتريدنت ما عملوش حاجه. انا لازم انحى العيان بدل ولازم احاول ان يحصل ديسلوكيشن، واذا حصل ديسلوكيشن احاول قبل ما يحصل ارثرايتس لان مفيش اي ساتسفاكتوري سالفج بروسيجرز ممكن اريح بيها العيان. اوكي؟ البنتكس ابروش ما لهوش دور هنا؟ هو دور الاكستنشن دي نوع من انواع البنتكس، بس انت مش محتاج فيروس، بس مش محتاج فيروس تيستر يعني ما بتمشيش.